كان يوم 28 من شهر صفر يوم شهادته الأليمة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة السم يغمى عليه مرة ثم يفيق أخرى. في كل مرة كان علي عليه السلام إلى جانبه. أفاق في إحدى المرات لم يرى علي عليه السلام، نادى أين أخي؟ جاءه أمير المؤمنين عليه السلام، جلس إلى جانبه، أمسك النبي صلى الله عليه وآله بيد علي، أخذ يخبره بالوصايا، يخبره بالمصائب التي ستجري عليه من بعده. يا علي، هذه المصيبة ستجري عليك وعليك بالصبر، تلك المصيبة ستجري عليك وعليك بالصبر، كي يبقى هذا الإسلام وهذا الدين حيا. بينما هم كذلك، دخل الحسن والحسين عليهما السلام، رأيا رسول الله في تلك الحالة من الألم الشديد. هذه هي اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله، أخذا يبكيان بكاء عاليا. أراد علي عليه السلام أن يرفعهما، فتح النبي عينيه، قال له: يا علي، دعهما يبكيان على صدري، فإنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما. أما فاطمة الزهراء عليها السلام فقد ألقت بنفسها على صدر أبيها وهي تبكي وتنادي: وأبتا ومحمدا ورسول الله. أما في عشية ذلك اليوم فقد أصبح جسد النبي تحت الثرى، جاءت إلى ذلك القبر الشريف، أخذت بيدها قبضة من تراب القبر، أخذت تشمه وتبكي وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليها؟ صبت علي مصائب يا أبتا يا رسول الله، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. لو ترى هذه المصائب يا رسول الله ماذا فعلوا بالزهراء من بعدك؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قد كنت ذات حمى بظل محمد، واليوم أدفع ظالمي بردايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.